سمر، وصلنا لفقرتنا الأولى، الفقرة الطبية اللي فعلا رح نجاوب فيها على كثير من الأسئلة والاستفسارات. وبعدها سمر موجودة عندك، هي الأسئلة موجودة عندي كمان، فرح نحكي عن الشكوى من آلام الظهر يلي هي مسألة شائعة جدا. يعتبر ألم الظهر أو آلام العمود الفقري من أكثر الآلام شيوعا وانتشارا مع اختلاف الأسباب وطرق العلاج. كثير من الأسئلة وكثير من الاستفسارات حول هذا الموضوع بجاوبنا عليها دكتور بشار بشور، أخصائي جراحة عصبية مجهرية. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. الله يسلمك يا رب. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. نور. يا هلا. بالبداية خلينا نتعرف على آلام العمود الفقري وبالإضافة لأسباب هاي الآلام. هلا أول شيء خلينا نحكي شكوى الآلام الظهرية من أشياء الشكاوي اللي بيراجعوا فيها المرضى العيادات، وما في حدا بفترة من فترات حياته بغض النظر إلا ما بيعاني من هجمة ألم بالعمود الفقري، كان ظهري أو رقبي أو قطني اللي هو يعني حسب. هلأ قبل ما نبلش بس حابب أحكي كلمتين شوي بس على موضوع العمود الفقري يعني وأقسامه، وشوي هيك نحاول نقرب تشريحه للمريض ليصير يعرف بقى تماماً المشكلة كيف بتكون. بدنا نتخيل العمود الفقري هو عبارة عن أسطوانات فوق بعضهم، بين كل أسطوانة في فراغ، وكل أسطوانة في من وراها حلقة تماماً بتحيط فيها. هلأ ارتصاف الأسطوانات فوق بعضهم بيعطونا العمود الفقري اللي بنعرفه نحنا، والحلقات بتعملنا مثل القناة إذا بدنا نتخيل. تماماً. هاي القناة بيقعد فيها النخاع وبتطلع منها الأعصاب. لبين كل أسطوانة وأسطوانة في خلينا نسميها اللي هي تشريحياً بنسميها الديسك. مادة الديسك اللي هي بتكون بين الأسطوانات تماماً، هي وظيفتها تمتص الصدمات وتعطي مرونة للعمود الفقري. هلا الشغلة الثانية، فهذا مكون وعظم، بيجي عندنا بقى بين الحلقات بتصير أربطة، واللي اللي بتعطيني منظر العمود الفقري أو البنية التشريحية تبعه، وهي الأربطة يعني صار عندي عظم وصار عندي أربطة، وفي العضلات اللي مسؤولة عن حركة العمود الفقري. فعندي أنا ثلاث شغلات صاروا، عظم أو عظم أربطة والعضلات، وفي عندنا كمان النخاع. هلا كل مكون من المكونات ممكن يكون سبب لألم الظهر او آلام العمود الظهري او آلام العمود الفقري كامله. نعم دكتور، اليوم كثير من الاشخاص بيشتكوا من آلام العمود الفقري مع اختلاف التشخيص مثل ما تفضلت وحكيت. خلينا نحكي بالاول عن اسباب العمود، ليش نحن ممكن يجعنا ظهرنا مع اختلاف العمر؟ ممكن نشوف مره كبيره، ولد، شاب، اختلاف الاعمار. قبل ما يعني قبل ما نحكي فيها بس يعني بخبر المريض انه لا يخاف، يعني متى ما وجعه ظهره لا يخاف. أغلب أسباب آلام العمود الفقري غالباً أسباب لها علاقة بنمط الحياة، طريقة الحياة، الوضعيات الغلط ممكن نمارسها، هي بتكون يعني بتكون أكثر يعني الشغلات اللي بتزعج المرضى أنه بيخاف المريض أنه أنا والله ما عاد قادر أتحرك، ما عاد قادر أمشي، بيجي بيحمل حاله بيروح يلا على الطبيب وكذا، بيفكر لا 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 يخاف نهائيا، مجرد الراحة عدة أسابيع حتى إذا ما أخذ دواء ممكن تخف آلام ظهره. هلأ أسبابها مثل ما حكينا نحن العلاقة بوضعية عوامل الخطورة، خلينا نقول البداني، نمط الحياة اللي بيقعدوا عندهم قاعدة طويلة، الوقفة الطويلة كمان بتضر، الرياضات الخاطئة، الرياضات أو خلينا نسميها حمل الأشياء طريقة غلط خاطئة. يعني حتى الشغلة ما ضروري كمان الوزن قد ما طريقة الحمل بتلعب دور بتفعيل آلام العمود الفقري. أكيد دكتور، نقص اللياقة البدنية والتوتر كمان بيأثر على هذا الموضوع. تماما. حتى في شغلة في يعني أسباب الكآبة ممكن تزيد آلام العمود الفقري. طبعا قلة الحركة أكيد، لأنه الحركة بركة. دكتور حكينا عن الأسباب، خلينا نحكي عن الأعراض. شو هي اللي بتصيب المريض اللي إنه تنصحه يتوجه فورا لدكتور؟ هلأ آلام القطنية، هلأ أهم شيء إذا صار عندي انتشار على أحد الأطراف تماما، على الإيدين أو على الرجلين، لازم يراجع الطبيب مع خدر أو نمل. إذا صار عندي ضعف عضلي تمام، لازم ما ينطر يراجع الطبيب. هلا بقى مهم الطبيب يميز هالضعف الموجود هو ألمي ولا هو فعلا ضعف حقيقي سببه ضغط عصب او ضغط نخاع. اذا صار عندي اضطراب بنسميه مثلا بعادات او اضطرابات بالمسرات بنسميها، اللي هي انه صار مثلا حبس بول او فلت بول او مشاكل بضبط المسرات، هي لازم ما نسكت عنها. حتى اذا ما وقف بشكل مستقيم انه من الوجع هيك حاني ظهره كمان المفروض فورا يلجأ للطبيب. هلا
الالم ألم بحد عميق. ذاته بده ما المريض بده ياخذ وضعيه ليرتاح. تمام. فهي من الشغلات اللي لازم يراجع فيها دغري الطبيب اذا صار عندي انتشار للاطراف، اذا صار عندي مشاكل ضعف بالعضلات كان بالرجل او بالايد. تمام. او اذا صار عندي اضطراب بالمسارات بنسميها. نعم. يعني يا دكتور عم نحكي عن سبب يمكن ما يخطر على كثير من الناس انه هو التوتر والاكتئاب او الكآبه هي ممكن تسبب الام الظهر. طب خلينا نقول انه النظام الغذائي كمان له علاقه بهذا الشيء. دائما نحن بنقول انه المعده بيت الداء والدواء، قد ايه نسبتها صحيحه بهي الالام؟ هلا نسبتها صحيحه بسبب انه موضوع الاكل البداني يعني مرتبط بالبداني، والبداني هي من اكثر يعني اكثر الاسباب اللي ممكن تزيدنا نسبه الام العمود الفقري عند المرضى. من اكثر المشاكل شيوعا، اغلب العالم عم بيعانوا من الام العمود الفقري. خلينا نحكي بس عم بيقولوا هلا العلاج كثير بسيط، خلينا نحكي عن انواع العلاج. هل بده يكون فيزيائي؟ امتى المريض بعازه انه عمليه جراحيه؟ خلينا نحكي هلا اول شيء نوع العلاج له علاقه بالتشخيص وسبب الألم. هلا إذا بدنا نحكي عن كل سبب لحاله بدنا تمام. هلا رح أحكي عن المشكلة الأشياء اللي هي المرضى كتير بتعاني منها، هي الديسك اللي بتسمى بالعامية الديسك أو فتق النواة اللبية، والأشياء هو اللي بيكون بأسفل الظهر بالناحية القطنية. تمام. الألام العمود القطني أيمت بنعمل عمل جراحي. عندي أنا ثلاث حالات. أول شيء عندي ألم معند، يعني المريض أخذ علاج، أخذ دواء لفترة 6-8 أسابيع وما كان في، بيكون المريض هو صاحب القرار الأكبر بالجراحة. تمام. أنا عم أبدأ الوجع ما بوجع غير صاحبه. تمام. فبيجي لعند الطبيب بيقول له خلص، ونحن بنكون طبعا تخصين الحالة تماما على أنه ديسك، والديسك يتناسب تماما مع الأعراض الموجودة. دكتورة بيقولوا بالديسك كمان في عملية هي مثل إبرة مثلا، إبرة. هلا هدول أنماط العلاج، أنماط يعني أنماط العلاج ممكن تكون بإبرة. أنا حكيت بس على الجراحي. تمام. جراحيا هي الأكثر شيء بتهم المرضى أو بتخوف المرضى. بس ملاحظة قبل ما، أغلب المرضى بتفكر إنه الديسك علاج جراحي. لا، إحنا كل 100 مريض ديسك 5-10 لنعمل منه، نحن منعالج صورة زائد مريض مع أعراض. إذا طابقوا هالثلاثة مع بعض المريض بيطلع النتيجة، وفعلا بيكون اخذ يعني اخذ ثمار العلاج تماما. الحاله الثانيه اذا عندي ضعف صريح، هون يفضل ينعمل الجراحه بسرعه. والحاله الثالثه اللي هي ان اضطراب المسارات او ضعف بالطرفين السفليين كاملين، هذول ما بنسكت فيهم على الجراحه. تماما. هلا انواع العلاج الثاني، خلينا نحن بلشنا بالجراحه من الاخير. هي اول شيء عندنا تبديل نمط حياه، يعني المريض العادات الما كويسه يبعد عنها اللي بتسيء للظهر. بحطوا مثل الأب، هي قد ايه مريحه للرقبه وقديش لازم استخدامها يومي يكون؟ هلا الأب كمان لشغله ثانيه، خلينا نحكي الأب. انا عم بحكي بس على موضوع الالم القطني تحت. تمام. نحن هلا عم فينا نحن نقيس عليهم. هلا الأب العمود يعني تثبيت الرقبه، طبعا نحن عم نحكي على الشغلات، ما رح نحكي على الردود، الردود شيء ثاني يعني. كمان الأب بتنلبس إذا في عندي انقراصات عند المريض وآلام شديدة وفعلا رقبية. هلا يفضل تنلبس وقت الهجمة، ما كتير يكتر المريض لبسته لأنه بضعف العضلات، فبتعمل مفعول عكسي على المدى البعيد. يعني إحنا بيهمنا عضلات العمود الفقري كاملة. يمكن كمان من الممارسات الخاطئة اللي الناس بفكروا كل ما لبسناها أكتر كل ما، لا بالعكس. تمام. بتضعف العضلات على المدى البعيد. ونحن أساسا هدف من خطة العلاج هي إعادة التأهيل بالعلاج الفيزيائي. هدف العلاج الفيزيائي اني انا اقوي عضلات العمود أكيد. الفقري. بس في دكاتره كثير عم بينصحوا الاب ما تنشال، يعني 24 ساعه لازم يحطها المريض بحالات يعني الهجمه. يعني اذا هو يعني المريض فقط، انت دكتوره بتقول يعني انا بفضل وقت يكون هجمه شديده ومؤلمه يحطها المريض. أيه. بيرتاح دكتور. كمان لما بنحكي نحن عن العمل الجراحي، كثير من الاشخاص بعد ما يلجأوا للعمل الجراحي بيرجعوا يمكن لاسلوب حياتهم ونمط حياتهم القديم. يمكن هون المشكله، قد ايه ممكن ترجع هي الحاله بطريقه اشد، او لا العمل الجراحي هو خلصنا من هي المشكله وبدينا مرحله جديده؟ بنرد بنحكي ثلاث شغلات: اعراض، صوره، مريض. نعم. هلا يعني اذا الطابقه بتمشي. هلا في شيء اسمه النكس بتصير. يعني نحن بالجراحة منفوت منشيل بس المشكلة اللي عم نحكي نحن على الديسك حصرا. يعني أنا حاولت أحصر بس موضوع الديسك اللي هو الأشياء. بموضوع الديسك نحن منشيل المشكلة. هلأ ممكن نحن ما منشيل، منفرغ محل ما نو منطقة الضغط، منفرغ حواليه شوي، ممكن يصير ندبة على العصب، وارد يصير نكس بالديسك تماما. يعني المنطقة رد طلعت ديسك تاني ورد ضغط على العصب، بتصير. نلجأ يعني لعمل جراحي مرة ثانية؟ ممكن يلجأ حسب
كل مريض له حاله وكل له خصوصيه. طبعا في عوامل ثانيه بتلعب دور، ثباتيه العمود الفقري، في ثباتيه ولا ما في ثباتيه، هدول كلهم نحن بندرسهم بصور وب بالصور وبالاستقصاءات اللازمة يعني. نعم دكتور، بينصحوا المرضى اللي معهم ديسك انه فورا يروحوا للعلاج الفيزيائي؟ طيب كمان هم اكيد في خطأ، يعني في مريضة مثلا بعرفها من العلاج الفيزيائي كسروا لها فقرات من رقبتها، يعني زادت حالتها صارت أسوأ يعني بكتير. خلينا نحكي نحن عن الأخطاء الشائعة الموجودة هلأ، العالم اللي إنه اللي عم يتصرفوا بيفكروا إنه هذا الشيء أحسن وهو أكيد بيضر المريض، شو بتنصح العالم؟ هلأ أهم شغلة مرد بنحكي الوزن، الحفاظ على الوزن المناسب، وضعيات الغلط، القرفصة، الانحناء الغلط، كمان هدول الشغلات ما كويسة. حتى المريض اللي معه مشكل ديسك بننصحه يعني طلع درج زول درج، انا بقول له للمريض انت طبيب حالك، الوجع ما وجع غير صاحبه اكيد، فهو المنبه والمؤشر اللي بيريحه يسويه يمارسه بحياته تماما. العلاج الفيزيائي خلينا نحكي عن العلاج الفيزيائي، هو ركن اساسي، هو نحن تاهيل وعلاج فيزيائي ركن اساسي. حتى يعني في ناس بتنصح باستشارات النفسيه كمان للمريض، لانه انت عم تحكي على الم، في عندنا حالات الألام الحادة ممكن تضل الست أسابيع وتروح، المزمن أكثر من 3 شهور صار ألم مزمن، فهذا بشكل إرهاق جسدي ونفسي على المريض، يعني نوم، روحة، جية، كله بده يصير يحسب حسابه، أي شيء يعني أي شيء بده يمارسه بحياته الطبيعية بده يحسب حسابه، بيزعجه. فالعلاج الفيزيائي ضروري، ومرد بنحكي نحن هدف العلاج الفيزيائي هو تقوية عضلات العمود الفقري مشان تقدر تدعم يعني دعم الظهر كمان العضلات هي نفسها. كمان دكتور خلينا نحكي عن أهمية ممارسة الرياضة. من ضمن المعلومات اللي عطتنا إياها أنه يمكن عدم الحركة هي بتسبب كمان مثل الحركة الغلط، كمان قلة الحركة. لا لا قلة الحركة، لا مو نحن الحركة، يعني نحن عم نحكي عن رياضة، عم نحكي المشي، الركض، الرياضة اللي ما نعرفها كلنا. طبعا هلا الحركه من الشغلات الاساسيه اللي ممكن تفيدنا بالحركه، هي افضل مثبت للكلس هي الحركه. نعم تماما، فنحن عم نحسن وضع العظم. المشي والرياضة من رد بنحكي كمان بتقوي، نحن ردينا رجعنا بتقوي العضلات، بتحسن العضلات، و يعني بتعطي مرونة للعمود الفقري، كل ما كانت العضلات أفضل وأقوى كل ما كان أحسن. أكيد دكتور، خلينا نحكي نصائح أخيرة، نصائح أخيرة لكل مرضى اللي عم يسمعونا اليوم، وفي كمان دائما بيعطونا هن حركات انه يعملوها بالبيت، يعني هل بتنصح فيها ولا لا بالختام؟ هلا نحن هلا اي مريض بفوت على بيعطوه كتالوج كم صورة كم صورة فيها. هلا هي تقوية عضلات الظهر والبطن، يعني بدنا نتخيل العمود الفقري مثل اللي عم ينصب خيمة مثلا، في له اوتاد من قدام اوتاد من وراء، عضلات البطن من قدام اساسية، تمارين البطن كمان مليحة، وتمارين وتقوية عضلات الظهر كثير كمان مليحة، هي التمارين والتمارين موجودة. هلا في مرضى بيكونوا كبار بالعمر، التمارين بدها قاعدة على الركب مثلا، معهم تنكس ركبة أو شيء، بقول المريض اللي بتقدر تسويه سويه من التمارين، ما بيزعج ركبك مثلا. نعم، خلينا نقول دكتور كل حالة إلى تمارين خاصة تمارين. وكل عمل جراحي وكل أسلوب كمان إلى تمارين خاصة. بدنا نقول لك شكرا على كل المعلومات اللي عطيتنا إياها وأسئلتنا الكثيرة، عم نحاول قد ما بنقدر ناخذ أجوبة من حضرتك. يعني هو مثل قلت لك موضوع كبير، يعني تمام. أنا قلت لك يعني حكينا بالعامة واشياء سبب بيزعج المرضى اللي هو الديسك القطني أكيد. او الديسك فتق النواة اللبيه نحن بنسميه. كمان اهم شيء يعني ما نهمل حالنا، بوجهنا على الدكتور اي شيء بنحس فيه. شكرا دكتور، نتشكرك كثير لوجودك معنا، شكرا على معلوماتك القيمه.